النهاردة بنتكلم عن كيفية تسريع الجهاز وتحسين الأداء. النهاردة الفيديو معانا بعنوان الوصايا العشر لرفع سرعة وتحسين الجهاز، وديت مجموعة من الفيديوهات إن شاء الله اللي هتساعدكم جدا في رفع مستوى الأداء بتاع الجهاز وتسريع الجهاز، وخصوصا للناس اللي بتستخدم الجهاز وفجأة أصبح بطيء. أول نصيحة عندنا هي إزالة البرامج التي لم تعد تحتاج لها. هنخش عندنا كنترول بانل، تمام، على بروجرامز، وجوه البروجرامز هنختار ان انستول، تمام. هنخش على الان انستول، نختار برنامج اللي احنا مش عايزينه، اي برنامج احنا مش عايزه بتشيله، تمام. اي برنامج انت مش فاهم ده بتاع ايه، او انت متأكد ان ده مش متبع السيستم بتشيله برضو، لان وارد ان في يكون مجموعة من البرامج زي المالوير والتروجان بتنزل برامج انت ما بتكونش اصلا منزلها، فده بيؤدي الى تبطيء الجهاز. اي برنامج انت تشك فيه او اي برنامج انت مش محتاجه شيله. النصيحة التانية معانا هنا فحص ملفات بدء التشغيل اللي هي الستارت اب بروجرامز. هتدوس معايا كنترول شيفت اسكيب، هتخش على ستارت اب وتختار اي برنامج انت مش عايز يبدأ بيه الجهاز. طبعا لما بيبدأ الجهاز بيبدأ معاه مجموعة برامج، تخش هنا تعمل ديسيبل لأي برنامج انت مش محتاجه في بداية الستارت اب بتاع الجهاز، ودوت هيؤدي الى تسريع الدخول للويندوز وان الجهاز هيبقى اسرع كتير في البدء. اهو اختار اي برنامج انت مش عايزه في الستارت اب وبتعمل له ديسيبل، اهو بتراجع البرامج كويس، واي برنامج مش محتاجه بنشيله. طبعا هنا مش بيتشال خالص، هنا بس بيتعمل له ديسيبل من الستارت اب عشان ما يتخشش مع دخلة الويندوز، تمام. ادي ديسيبل وادي انيبل. طيب تاني نصيحة معانا، تمام، هو ان احنا هنشيل السيرفس كمان، اللي اي سيرفس في الويندوز انا مش محتاجها بنفس الدخول برضو. هنكتب ms config، نخش نهوت ونختار اي سيرفس للويندوز ما كنش انا محتاجه. ودي هنا لازم تكون حريص شوية ان انت ما تختارش غير السيرفس اللي انت متأكد ان انت مش عاوزها ومش هتأثر على اداء الجهاز، يعني اي خدمة من خدمات الويندوز ما تكونش انت محتاجها في بدء التشغيل، او ما تكونش محتاج تشغلها في الباك جراوند، وده بيؤدي الى تسريع الجهاز، تمام. بعدين بيطلب منك ريستارت. والنصيحة الرابعة معانا هنا هوت هي ازاي اوقف الانيميشن بتاع الويندوز، تمام. هنخش مع بعض، تمام، وهنشوف على الكنترول بانل، تمام، وبعدين سيستم اند سكيورتي، بعدين سيستم، بعدين ادفانسد سيستم سيتنجز، ثم سيتنجز. هنا هوت هنلاقي خيارات اللي بتخلي الاداء يكون افضل بكتير. هنا هوت بتقول ادجاست فور بيست بيرفورمانس، يعني هنا بتخلي اعلى مستوى من مستويات الاداء، وهنا بيوقف حاجات كتيره في الانيميشن، او لو انت عايز تهتم بالصوره بتخلي ادجاست فور بيست ابييرنس. طبعا دي حاجة ترجع لك وعلى خياراتك، بس تخليك منتبه ان انت لو عملته للبيست بيرفورمانس هيقلل شوية من الريزوليوشن بتاع كل حاجة، ويقلل من الانيميشن بتاع التحركات الموجودة على الويندوز، تمام. اما بالنسبة للنصيحة الخامسة معانا النهاردة هي الويندوز ابديت او تحديث نسخة الويندوز اللي انت شغال عليها. والموضوع ده في ناس كتير بتغفل عنه وبتفتكر ان هو بيبطئ الجهاز. لا، هو مش بطئ الجهاز ولا حاجة. انت لما بيكون عندك احدث نسخة من الويندوز بتضمن ان دايما السيرفيس والخدمات بتاع الويندوز تكون احدث ما يمكن، وده بتشغل البرامج بافضل اداء ممكن. طبعا عشان تعملها تخش على تشيك فور ابديتس، وبعدين بتعمل تشيك فور ابديتس، تمام، وتسيبه يدور لحد ما ينزل لك احدث نسخة للويندوز. بعدها يفضل انت تعمل ريستارت للجهاز، وبكده يكون عندك احدث نسخة للويندوز. أرجو أن أنتم تكونوا استفدتم بفيديو النهاردة، وموعدنا في فيديوهات قادمة ومفيدة حوالين موضوع تحسين أداء الجهاز وتسريعه. وما تنسوش تعملونا لايك وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله.